يقول السائل: يقول البعض أن ذكر الفرق القديمة والمعاصرة أن ذكر الفرق القديمة والمعاصرة المنحرفة والتحذير منها ومن أصحابها يفرق الناس ويحدث الفتن، فهل هذا القول صحيح؟ هي الفتن، هي نفسها الفتن. هذا اللي يقول الكلام ذا ما يعرف نفس الفرق ونفس الاختلاف، هذا هو الفتن. فنحن نحذر من الفتن التي حذر منها صلى الله عليه وسلم. القرآن حذر من الكفار، حذر من أهل الضلال، ثم قوله يفرق. يفرق، كيف نجمع بين مبتدع وسني؟ ما يجتمعان أبدا، لأنهما متضادان، فلا يجتمع الناس إلا على الحق. ما يجتمع الناس إلا على الحق الذي جمعهم في أول الإسلام، هو الذي يجمعهم في آخر الأمر، كما قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. لا يصلح الناس ويجمعهم إلا الحق، أما أن يجتمعوا وهم متفرقون ومتخالفون عن الحق، هل هذا لا يمكن أبدا. نعم.